ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير، واهلا بيكم في فيديو جديد للأدوات والأجهزة المنزلية والحيل اللي قد ايه بتوفر وقتنا ومجهودنا وبتنظم يومنا. من الحاجات الحلوة قوي ان انا اجيب أداة او جهاز يوفر وقتي ومجهودي ويحقق لي معادلة صعبة في البيت. طبعا مع الوقت الضيق جدا اليوم بقى مضغوط جدا بالولاد والدروس والشغل، محتاجين كلنا الحاجات دي. حطونا لايك للفيديو النهاردة بإذن الله يعجبكم، وتستفيدوا منه من كل الأفكار اللي بنقدمها في الفيديو. تقدروا تشتروا كمان المنتجات دي من على مواقع وأقولكم منين، واللي أول مرة يشوفنا في القناة ياريت تشترك معانا، تستفيدوا بقى بالأفكار اللي قدمها. كل فكرة في الفيديو تقدري تنفذيها وتطبقيها وتستفيدي منها. كل المنتجات اللي هنعرضها النهاردة موجودة على مواقع البيع اونلاين امازون وعلي اكسبريس، وانا سايبة لحضراتكم لينك في صندوق لينكات المنتجات في صندوق الوصف. تقدري تضغطي على اللينك توصلي للمنتج بأشكاله بألوانه بأسعاره. المنتجات دي يا بنات مش غالية خالص على المواقع، بل بالعكس بيعملوا عروض حلوة قوي، وساعات كمان بيعملوا شحن مجاني او اوفر على الشحن. بصوا بقى هنا، دي طبعا مشكلة دايما في الألموتال تنظيف الأجزاء اللي بتبقى صعبة جدا، دي سهلة قوي وكمان بتنضف بسهولة. تعقيم بقى الخضار والميكروبات، شايفين بتحط كمان في اللحوم، ده جهاز بتشحن وبتحط كده اهو بتنضف بمنتهى السهولة، شكله حلو جدا. وطبعا المهمة اللي بيعملها أجمل الباسكتات بقى والمنظمات دي بقى كمان برضو نفس الفكرة، بتشتغل بالشحن كده وتحط فيه الخضار بيعقمه وينضفه اهو، شايفين الحوش منه كل الاوساخ او الاتساخ اللي فيه. هنا المعالق الخشب ما عادش معترف بيها خالص صحيا، المعالق السيليكون او البلاستيك الامن ده حلوه جدا اهو، ما بتدخلش فيها بقى ميكروبات او كلام من ده، ده منظم برضو. دايما كل فيديو بحاول اعرض لكم منظم بشكل مختلف، شايفين الكميه اللي محطوطه فيها من الصوصات والمعالق والاطقم والبهارات، يبدو صغير لكن مليان حاجات كتيرة جدا. الشنطة دي بقى شنطة ذكية، بصوا مرتبطة بالفون مرتبطة بالواي فاي، شوفوا بقى كمان بتحط فيها من كل الاتجاهات، بتفتح من هنا ومن هنا، فيها شحن كمان اهو، وده حلو قوي. بصوا فكرتها حتى الايد كل التفاصيل فيها حلوة جدا، وكمان في الشكل في الاخر انسيها، بتحط بقى كمان الشوب بتاعها وبتقفل كده. فيها طبعا جيوب كتير جدا، يعني تقدري تحطي فيها كل الحاجات اللي انت عاوزاها. بصوا بقى القمر ده اكيد هيعجب كل البنات، فرشة اهي، بصوا كده الناحية دي سيليكون، حط عليها الشاور عالي طبعا، القوة بقى الغسيل الاعلى، وايدها طويلة تقدر تحركها زي ما انت عاوزة. والجزء التاني ده برضو اهو طري اهو، زي ليفة كده طرية، وبتستخدمها كمان في التدليك، فحلوة قوي، حلوة جدا دي يا بنات. تقدري تجيبيها من على الموقع وتكون تغسل بقى بمنتهى السهولة. طبعا هي بتتشحن كمان، تشحن تشتغل كويس. دي حاجات حلوة قوي، السيليكون ده تغطي بيه بقى الأطباق الحاجات اللي ملهاش غطا، أو وبعدين ما بتتفتحش في التلاجة طبعا عشان الروايح ما تاخدش من بعضها، وكمان بتتغلى. ده زي مصفى كده ومعيار او مكيال، وبصوا بتغسلي بقى في الرز وتصفيه، حلوة جدا. دي فكرة رائعة جوه الدولاب، شايفين المنظم يبدو صغنن بس شايفين حلو قوي ازاي. دي مساحة والجردل بتاعها، بصوا شايفين اهو بينظف. هنا دي بقى زي براية كده بتقشر الكيوي والتفاح والحاجات دي بمنتهى السهولة، والجزر شكلها سيمبل جدا، حتى المانجا رغم ان المانجا طريه بس بيوديك قد ايه هي استخداماتها كتير. الناس بقى اللي الشبابيك بتاعتهم بتبقى عاليه او مرتفعه على متال او ازاز، هنا بقى دي بصوا المساحه دي عبقريه حرفيا، من جوه بتعمليها وبتشتغل بالطريقه دي اهي. ده بقى من الحاجات اللي دايما بتعجبني ان هي قطعه بلانشه تمام، وتقدري بصوا الماء بتقدري تستخدمي فيها تغسلي فيها الخضار، وبتصفي بيها من تحت كده بالطريقه دي، وتقدري تلميها بالطريقه دي وتتعلق، ما بتاخدش مساحه، دي حلوه جدا للمخبوزات اهي والمعجنات، شايفين بتديني في الاخر شكل الورده، تديني شكل حلو جدا من غير اي تعب ومجهود. هنيجي بقى هنا نشوف التلاجة، هنا دي
بصوا عليها ايه ده، شكل جزر عادي من بره، شكل ديكور تمام، بس شو بقى استخداماته اهو، اتحط كده بحاجة فيها مغناطيس، بيتقفل بيها الاكياس بتاعت التلاجة، لو بتاعت الكيس اكياس بهارات، اكياس توابل، اكياس شيبسي، اي اكياس تبقى الحاجات دي موجودة بره على التلاجة بشكل مغناطيس، تقدر تنضفي تقفليها بيه. دي حلوة جدا لتنظيف الجرانيت والمواد اللاصقة، حلوة جدا. سيليكون طبعا ده منظم الحلل والطاسات، وبص بتحطي فوق، بتحطيه فوق الحوض او تحت، شو بقى الاواني دي، دي اواني مصنوعة من الزهر، حلوة جدا يا بنات. اولا بتحتفظ بتاخد وقت على ما تاخد درجة حرارة، بس لما تخلصي طبخ فيها بتحتفظ بدرجة الحرارة، شكلها حلو جدا، الوانها يعني موجودة على المواقع، تقدري تاخدي بص وهي بتوريكي قد ايه. وكمان هي على فكرة الاوان دي تقيلة شوية بس حلوة جدا، خصوصا بقى الجريلات، حلو جدا في التسوية وفي الطبخ، خاصة ان هو بيحتفظ بدرجة الحرارة بعد ما الاكل يخلص، فده حلو جدا ان تطبخي ويفضل الاكل سخن فترة كويسة، تنظيفها كمان سهل. بتوريني كل مميزات الاواني دي، طبعا شكلها والوانها ما فيش جدال ان كلنا هنحب الالوان دي. بصوا هنا دي بتحوش كل الوبر اهي، زي ما هو خفيفه كده، بتحوش كل الوبر اللي في الهدوم وبواقي الشعر والحاجات اللي واقعه اهي. بصوا شكلها حلو جدا، انسيابيه، سقوط الشعر والكلام ده على السرير وعلى الانتري، دي بتحلي المشكله دي، واي وبره بقى واي اتربه هي بتشدها لي. بصوا بقى المنظمات القمر دي افكارها، الفكره تبدو بسيطه وانا بتفرج عليها، لكن شوفوا هتحقق معادله حلوه قوي للاماكن الضيقه واستغلال المساحه واستغلال المكان. بصوا اهي ده اللي بنقول عليه ان انا بنظم البيت اكتر ما انا بعرض منتج تقدري تشتريه، افكار تنظمي بيها البيت. يعني ده ستاند اهو، للشوزات اللي ممكن تستخدم في البيت، ممكن تعمليه كده في المدخل الشقه اهو، الحاجات اللي بتستخدم يوميا مش الحاجات بتاع الشوز او الحذاء بتاع الخروج. طبعا ده حلو جدا للولاد اهو، يخلص بقى لبس في البيت وخارج بيتعلق بالطريقة دي. كمان الشوزات دي موجودة على المواقع الاونلاين، اولا طرية او مريحة جدا للرجلين، البلاستيك بتاعها كمان قوي. بصوا هنا ده بيفتح كل الازايز، مشكلة فتح الازايز، وكمان هنا بتديني زي فوهة كده او حاجة زي الام، بتقدر تحطها فيها تستخدم الصوص بعدين بطريقة سهلة، او اي زيوت، ده بيفك التجميد الجهاز ده اهو. بصوا الحاجات كانت مجمدة، افضل طبعا من الميكرويف، بيفك لان طبعا هو هنا مش بيسخن زي الميكرويف، تبقى قلقانة ان يسخن الجزء ده. شوفوا مش مكانش منظم عندها، شوفوا هتستغله ازاي. بصوا اللي هي بتعمله، كل دي ادوات واجهزه موجوده على امازون وعلي اكسبريس، واللي بيقلق بقى ان هو يجيب من اماكن دي، ممكن في حاجات من دي كتيره موجوده في ايكيا، دي بتشدي لي القلموتال لو انا قلقانه على مسافه مرتفعه اقدر افتح الشباك وابقى قلقانه منه، دي بتحقق المعادله دي. وبوريكي اساسا الابواب ديتي واسعارها والستارة، كل الحاجات اللي هي راكبة. الستارة دي حلوة جدا طبعا لو انا عندي باب ازاز او باب شفاف وعاوزة يبقى فيه، طبعا شكلها النهائي حلو قوي. لو عندي ولاد بقى وعاوز بيكتبوا على الحيطان او طبعا دي حلوة جدا، هي كمان حطاها خلفية للسرير، يا وريتني الأوضة كلها عملتها ازاي، مش عندهم بيستعملوا السراير بقى الأساسية زينا دي. بص ده بتحط مولة، بتيجي تتشرى كده بتتلم وبتتفرد، بصوا بسكوتش بسكوتشة تحت بتتقفل تاني عادي اهو، بتحط فوقها المرتبة. انا شخصيا ما فضلش ان السرير يبقى على الارض، طبعا الموقع اللي جاية منه، طبعا شايفين المرتبة كمان قوطة، كل ده موجود على امازون وعلى علي اكسبريس، انا بفضل موقعين دول قوي، الحاجات فيهم حلوة جدا، تقدر تنزلي الابليكيشن وتستفيدي من العروض اللي بتنزل. الأرض دي لمامة غير اللي شفناها، للوبر والمعطرات دي برضو موجودة على الموقع،
دي مكنسة. بصوا يعني احطها ازاي، اهي شكلها قطعة ديكورية مش مكنسة. شايفين الستاند تحفة، يمكن كان من الجزء الأباطيب عشان تقدري تستفيدي من المنتجات اللي هي جايباها، حلوة جدا. شايفين بقى شكل المطبخ، الكورنر ده استفادت منه قوي. بص دي بقى، دي مكنة لسلق البيض، في ناس بتسلق البيض دايما بيطلع معاها طري او مسلوق قوي، لا دي بتسلقهولك بالوقت القياسي والشكل اللي انت عاوزاه، وكمان بتعملي فيها اومليت عادي خالص اهو. هنا بقى ده اساسي بقى جنب كل تلاجة، المنظم بتاع الكوبايات. هنا بتطريني بقى البواقي الاكل، تقدري تنزليها بالطريقة دي بالمنظم ده، افضل طبعا من ان هي تدخل وتكتم الحوض. هنا منظم للبهارات فوق للصوصات، جزء بشكل دوار. اتمنى ان فيديو النهاردة يكون نال اعجاب حضراتكم واستفدتوا منه ولو بفكرة. تنسوش لايكاتكم لدعمكم للفيديو وتعليقاتكم الاجمل، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد وحلقة جديدة، واتمنى لحضراتكم مشاهدة ممتعة بإذن الله. نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.